رح يكون معنا الدكتور هاني هياجني، أستاذ حضارات المشرق العربي في كلية الآثار وخبير اليونسكو في شؤون التراث الثقافي من الرباط تحديدا من حيث أعلن هذا الموضوع. فخلونا نصبح الدكتور ونحكي له صباح الخير دكتور هاني. صباح النور، أهلا وسهلا بكم وشكرا على إتاحة الفرصة للإدلاء بهذه المداخلة حول هذا الإنجاز العظيم. نعم. الذي يعني حققته الأردن. دكتور هاني، حضرتك أعديت هذا الملف، تحدثنا عن هذا الملف ونحن من العام الماضي وإحنا نتحدث عن هذا الموضوع، واليونسكو مش أول مرة الاسم يكرر أردنيا، كانت السلط وكانت العديد من المناطق الأردنية موجودة باليونسكو، واليوم نحن بنحكي عن إدراج المنسف على هذه القائمة. تفضل. بالتأكيد، شكرا لك مرة أخرى. هنا لابد أن نفرق بين أمرين. الأول أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية تعنى بصون التراث الثقافي غير المادي. نعم. بعاداتنا وتقاليدنا وممارساتنا، ولكن ثمة اتفاقية أخرى هي اتفاقية التراث العالمي 1972، وهذه معنية بإدراج إدراج مواقع التراث العالمي على القائمة. فنحن الآن نتحدث عن اتفاقية صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية عام 2006، وكانت هي من أوائل الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، نظرا لأنها تحترم التعددية، لأن الأردن يحترم التعددية الثقافية التي يعني تتواجد فيه. فالتراث الثقافي غير المادي وإبرازه وإبراز تجلياته على المستوى الأردني والإقليمي والدولي. نعم. هو من أهم هذه المواضيع التي تعنى بهذه الاتفاقية. نعم. طبعا هذا الإدراج في الواقع يأتي نتيجة جهود قامت بها بشكل حثيث وزارة الثقافة الأردنية على مدى السنوات الأربع الماضية، من حيث إعداد الملف وأيضا جمع المعلومات من كافة المجتمعات الأردنية التي تتغنى بهذا التقليد. طبعا اللجنة الدولية الحكومية وافقت على تسجيل هذا التقليد في القائمة التمثيلية، وبذلك نال هذا التقليد الأردني اعترافا أمميا في الواقع. نعم. تلبية لطلب المجتمعات المحلية من وزارة الثقافة للعمل على ترشيح هذا العنصر. المنسف كمأدبة احتفائية ذات معان اجتماعية وثقافية عميقة. نعم. لأنها هي من إحدى المكونات الرئيسية للتراث الثقافي غير المادي في مجتمعاتنا في الأردن. نعم. بكافة خلفياتها ومنابعها وأصولها. يعني الأردنيين حتى في الخارج هم أيضا يتغنون ويحملون هذا العنصر. نعم. طبعا هنا لابد أن يعني نركز بأن الغرض من إدراج على القائمة التمثيلية هو إبراز التراث الثقافي غير المادي بشكل عام. وزيادة الوعي بأهميته. فلا ينبغي أن ينظر إلى التسجيل أو تسجيل هذا العنصر على القائمة التمثيلية على أنها غاية في حد ذاتها، بل كوسيلة لإبراز تنوع التراث الثقافي غير المادي في بلدنا الحبيب الأردن. نعم. وأيضا لدى الدول الأطراف المصادقة عن هذه الاتفاقية. دكتور، نتحدث عن ماذا احتوى هذا الملف، يعني هل احتوى عن أهمية دلالاته، نتحدث عن السنوات اللي موجود أو تم مثلا طرحه بهذه القائمة؟ طبعا الإجراءات اللي بتتم حتى نرشح ملف زي هيك على القائمة التمثيلية، يعني تقوم الدولة الطرف بإعداد طلب ترشيح، يعني هو في الواقع طلب يعني معقد نسبيا. نعم. يتضمن أولا وصفا لهذا التقليد بكافة عناصره، وأيضا كيف تم انتقال هذا التقليد عبر الأجيال حتى وصل إلى أجيالنا إلى يومنا هذا، وما هي التدابير التي اتخذت يعني قبل ذلك من قبل المجتمعات والحكومة لصون هذا التقليد. نعم. وما هي أيضا يعني التدابير التي ستتخذ مستقبلا من أجل صون هذا التقليد ونقله إلى الأجيال القادمة. وقد قامت وزارة الثقافة مشكورة بوضع تدابير للصون
تضمن انتقال هذا العنصر إلى الأجيال القادمة، لأنه عنصر مهم جدا للحمتنا الاجتماعية في الأردن، وأيضا جزء من عناصر الأردنية اللي احنا نفتخر فيها. طبعا يعني لازم نعترف أنه بالنسبة للمجتمع الأردني هو أيضا يعد جوهر لعناصر التراث الثقافي غير المادي الأخرى المرتبطة به، والتي يمكن تحقيقها بشكل أساسي من خلاله. وأيضا هو يرتبط بقضايا تنموية، ما يرتبط بحياة الحياة الرعوية والزراعية في الأردن وما يتصل بالألبان واللحوم وغير ذلك. وهو أيضا يعني هذا التقليد في الأردن يرتبط بعادات وتقاليد راسخة معروفة لدى أفراد المجتمع الأردني. وأيضا إنه هذا العنصر يعني له طبيعة متجددة ينتقل عبر الأجيال، وهو كان دائما خاضع للتطور الاجتماعي والاقتصادي اللي يمثل الطبيعة الديناميكية للتراث الثقافي غير المادي في الأردن. صحيح دكتور. وهذا يعكس دكتور قديش مهم إدراج مثل هذه المواضيع على قائمة التراث، تحديدا في بعض المرات نشهد تغول بعض الحضارات على حضارات أخرى، بتحكي لك هذا الطبق إلنا، هذا الآثار إلنا. اليوم إحنا لما نقدم هذا الشيء وتعترف فيه اليونسكو وتضعها على قائمتها، دلالات عديدة ودلالات مهمة تحديدا إذ كان للمنسب أو للعديد من الأمور اللي بتم إدراجها على قائمة اليونسكو. شكرا لك على هذا السؤال الدقيق في الواقع. هذا يعني اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي يعني لا تهتم كثيرا بقضية الأصالة، يعني أن هذا التراث أصيل مثلا أو غير أصيل. هي معنية بتراث الثقافي غير للمجتمعات في وقتنا اليوم يومنا هذا. فلذلك لتجنبا لهذا الفهم الخاطئ للتراث الثقافي غير المادي وأصالته، وأن تقول أن يقول مجتمع ما أن هذا تراثنا وهذا تراثكم وهذا، فهذا طبعا نحن في الأردن يعني بلد ديمقراطي، بلد نعيش حالة ديمقراطية وفيها يعني عدالة اجتماعية طبعا. فنحن لا ننظر إلى عناصر التراث الثقافي غير المادي على أنها ملكية لمجتمع معين أو لبلد معين. أكيد دكتور. هذا هو إنتاج بشري، يعني نفخر به ونتفاخر به، وإحنا اليوم أبرزنا للعالم بأنه الأردن بلد يعني يحترم ثقافات التعددية الثقافية الموجودة فيه، وبيحترم كمان ممارسات الثقافية لكل مجتمع من المجتمعات الأردنية اللي بتعيش في هذا البلد بأمن وسلام. نعم دكتور هاني الهياجني أستاذ الحضارات المشرق العربي في كلية الأثار وخبير اليونسكو في شؤون التراث الثقافي من الرباط، شكرا جزيلا على هذه المعلومات ويعطيكم العافية على هذا المجهود.